ان يعني يبقى في استقرار للبلد عشان الناس تقدر انها تشتغل تمشي تعمل كل حاجه، خدت بال حضرتك؟ والرئيس في ايده كل حاجه، مش الشعب ذات نفسه، الرئيس في ايده كل حاجه، خدت بالك؟ لانه هو عنده كل الامكانيات بتاعته. فاحنا النهارده لازم نكون في استقرار للشعب، امان للشعب، حياه كويسه للشعب، لانه الشعب عمل ده كله عشان عايز ياكل ويعيش ويشرب والى اخره. شكرا يا حاج، شكرا جزيلا. يعني اكيد حضرتك كنت متابع الاستفتاء، ويعني كان في نتائج شبه رسميه الان بنعم، سواء كانت النتيجه نعم او لا، ايه اللي احنا طالبين له في المرحله الجايه من الوطن؟ والله حضرتك احنا بنحمد ربنا طبعا على النتيجه، لان هي نتيجه يعني انمت عن موقف يعني راي الشعب. فاحنا اللي طالبينه في المرحله الجايه ان كل الاجندات الخاصه تتركن على جنب وتطلع اجنده مصر، يعني كل واحد يركن اجندته الخاصه ويطلع اجنده مصر، كلنا نشتغل من اجل البلد. البلد بقى لها سنتين بتعاني، يعني احنا في معاناه بقى لنا سنتين. فاحنا بنتمنى من القياده من فوق، من الرئيس، من الوزراء، من كل اللي موجودين في البلد، ان هم يشتغلوا من اجل البلد. يعني احنا شايفين الوضع الاقتصادي بيتدهور، وبنتمنى ان الامور يعني تتحسن في الفتره الجايه. فاحنا بنامل ان شاء الله ان الامور تكون افضل ويكون في ايجابيه. شكرا. العفو. يعني اسال حضرتك بعد الاستفتاء شايف ايه اولويات العمل الوطني؟ ايه اللي مطلوب مننا احنا كمواطنين وكحكومه وكرئاسه؟ ايه اللي انت طالبه؟ انا بطلب بس من الرئاسه ومن الحكومه ينزلوا يشوفوا الناس الغلابه اللي تحت، الناس اللي اسعارها تاكلها، والناس اللي قاعده بطاله ديت من ساعه الثوره، الناس دي كلها بتموت كل يوم. يعني الثوره دي اتعملت عشان الناس الغلابه، الناس الغلابه ماتت اكتر. يعني يا ريت سياده الرئيس مرسي يبص للناس عشان الناس تعبانه بتموت، وبلاش غلاء الاسعار اللي هم بيتكلموا عليه. ايه اللي انت طالبه بعد الاستفتاء على الدستور؟ يعني هناك نتائج شبه اوليه ان الدستور بنعم وتم الموافقه عليه، ايه اللي انت طالبه بقى الفتره اللي جايه؟ المطلوب بقى ان الاستقرار والامن، لان البلطجه زادت والسرقه زادت وكل حاجه سيئه زادت. يعني احنا مطالبين الاستقرار، لان الشعب اتخنق. يا بيه دلوقتي انت نادرا ما تشوف حد بيبتسم في الشارع. الناس كلها مخنوقة وخايفة من بكرة، والناس كلها مخنوقة من البطالة ومخنوقة من الغلا اللي بياكل الناس ده. مفيش رقابة لا على صحة، ولا في رقابة على تعليم، ولا في رقابة على أي حاجة خالص، ولا في رقابة على أسعار. الناس بتموت يا بيه كل يوم. ارحمونا ارحمونا، حرام عليكم، وعدلوا الحال البلد، ارحمونا. يعني أسألك يا حاج، حضرتك نزلت الاستفتاء؟ نزلت الاستفتاء. طيب بعد بقى مرحلة الاستفتاء هناك نتائج شبه أولية إن الموافقة على الدستور بنعم، أنا عايز أسأل حضرتك إيه أولويات العمل الوطني؟ إيه اللي أنت طالبه الفترة؟ العمل الوطني يبطل الزند بقى، ويبطل أيوه، ويبطل بقى جبهة الإنقاذ والجماعة دول بقى اللي كل حاجة لأ 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 لأ، وموقفوا حال البلد. الناس عايزة تشتغل، ناس بطالة في البلد، السرقة انتشرت في البلد، السرقة انتشرت في البلد. في مش حاسين بالناس الغلابه اللي هي مش لاقيه تاكل، في ناس بتشتغل يوم بيوم مش لاقيه تاكل. وبعدين نبص بقى السياحه بتنهار، الارصده اللي هي بالدولار بتنهار، اقتصاد البلد بينهار. بصوا الحاجات دي بقى، يبقى بلاش الاطماع وبلاش الحاجات اللي هي ملهاش لازمه دي. شكرا. هناك اولويات بعد الاستفتاء، ايه اللي انت طالبه بعد الاستفتاء؟ انت ايه اللي طالبه من حكومه، من رئاسه؟ ايه طلباتك اللي انت عايزها؟ الطلبات اللي الناس كلها عايزاها، ان كل الناس تعيش عيشه كريمه، وكل واحد يلاقي لقمه العيش، وكل واحد ان هو مثلا ايه، ان الناس جامعه الانقاذ والاعضاء الثوره والقاموا بالثوره، كل واحد يفضل في مكانه، ما يبقاش كل يوم نخرب في حته ونمشي في حته ونقف في حته، والناس اللي مش لاقيه تاكل تقعد قاعده على الرصيفه. الناس كلها لازم تشتغل، لازم نشوف البلد عايزين تمشي لايه، تمشي بعد كده لايه، والناس تشتغل وتشوف الوظائف، تشوف الوظائف، وبعد كده الشعب ايه. الدستور كله قال نعم، يبقى نشوف الحكومه والرئيس هيعمل ايه بعد كده، بعد الدستور، مجلس الشعب، مجلس الشورى، القوانين اللي هم معترضين عليها تتناقش في مجلس الشعب، ما بيقولناش فيها اي مشكله، معترضين على بعض القوانين في الدستور خلاص يناقشوا فيها ايه، في مجلس الشعب يتناقش فيها في تعديل اي حاجه. في بعد كده الناس الفقراء اللي هي بتبيع، والباعه لازم يكون لها مكان تبيع فيه. ما يبقاش كل يوم بنلاقي ناس هنا بمسكهم من هنا، طب هو بيجي اخر النهار عشان 5 جنيه ياكل ويشرب بيها، امسكه من هنا وارميه هنا واحطه في السجن، والبلطجه بتزيد. طب ما انا افضل احط له مكان واحط له تسعيره ومش عارف ايه، وامشيه بما يرضي الله. شكرا. اتفضل يا فندم.
يعني شايف حضرتك اهم الملفات واهم الاولويات بالنسبه للعمل الوطني بعد الاستفتاء، اللي انت طالبه كمواطن بعد الاستفتاء؟ والله انا اللي طالبه ان بالنسبه للرئيس يعني يبقى قراراته من دماغه، ما يبقاش قراراته جايه من المرشد ولا جايه من اي حد من الجماعه، واخد بال حضرتك؟ ويشوف الناس الغلابه ويشوف حقوقها، الناس دي مظلومه بقى لها اكتر من 30 سنه. طب انت ايه الملفات اللي انت عايز لسه كمواطن بعد الاستفتاء على الدستور مطلوب من الرئاسه او من الحكومه ان هي تفتح هذه الملفات وتهتم بيها؟ ايه الملفات اللي انت عايز؟ حاجات كتير، حاجات تخص الشباب، يعني النهارده الشاب مش عارف يتجوز، مش عارف يجيب شقه، كل حاجه غاليه، اسعار بقت غاليه، فالنهارده غصب عن الناس. يعني حضرتك طبعا بعد الاستفتاء على الدستور هناك نتائج أولية إن الموافقة على الدستور، أسألك بعد الدستور إيه اللي أنت طالبه كمواطن واللي أنت عايزه في الفترة اللي جاية؟ أنا طالب من الحكومة ورئيس الجمهورية بالأخص إنه يشوف النسبة اللي قالت لأ ديت، قالت لأ ليه؟ دي نمرة واحد، يعني اللي قالت طب قالت لأ ليه؟ إيه السبب إنها قالت لأ؟ ايا كانت النسبه سواء 35% 37 40% حتى، وقد تكون اعلى من كده لان في ناس كتير قوي ما نزلتش، فده بناء عليه لازم رئيس الجمهوريه يبحث والحكومه تبحث الناس قالت لا ليه وتحل مشكله لا، لان نسبه الدستور لازم تكون اعلى من 80% في الدول المتحضره عشان يبقى في ديمقراطيه حقيقيه، ما يبقاش في فصيل واحد بيحكم البلد، دي نمره واحد. اما بالنسبه للملفات اللي المفروض ده حضرتك اولويات العمل الوطني، يعني شايف محتاجين ايه الفتره اللي حضرتك يجب انه المصريين كلهم اللي اتقسموا يتصالحوا، ده اول حاجه، بدايه الشغل كله تصالح بين جميع فئات المصريين اللي قالوا اه واللي قالوا نعم لانهم من اسره واحده احيانا، دي اهم حاجه. ما ينفعش حضرتك احنا عندنا حضاره 7000 سنه وهناك ملك اسمه مينا واحد القطرين، عايزين نعرف ايه سبب انقسام الايديولوجيه بتاعت المصريين الايام دي، ايه السبب؟ السبب ده رئيسي جدا، ده اهم من اي شغل. سيبك بقى من حكايه الملفات السياسيه والملفات الايديولوجيه وجبهه الانقاذ، لا اهم حاجه ان المصريين يتصالحوا. رئيس الدوله لازم يبقى رئيس لكل مصريين مصر، لكل المصريين. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. حضرتك نزلت الاستفتاء؟ انا استفتيت اهو الحمد لله. بعد الاستفتاء اكيد انت كمواطن ليك بعض الطلبات وتتمنى بعض الحاجات تتحقق للوطن، ايه اللي انت طالبه بعد الاستفتاء؟ انا اتمنى البلد تستقر وفي حاله جيده، وربنا يوفق رئيس جمهوريه مصر العربيه، والناس تعيش في عيشه حلوه كده، وان شاء الله باذن الله الشباب اللي مش لاقي مكان، الشباب اللي مش لاقي مكان يدي لها كل واحد 100 متر، يدي لها كل واحد 100 متر في الجبل، الناس هتستقر والحاله بقى جيده، الناس هتستقر، كل واحد كل فرد 100 متر في الجبل بالاسعار برضه، والناس هترتاح وبقى في عيشه كويسه والحمد لله، وربنا يوفق الجميع ويوفق رئيس جمهوريه مصر العربيه. شكرا جزيلا. سالك يا حاج، يعني بعد الاستفتاء الاستفتاء خلص، ايه اللي انت طالبه خلال الفتره اللي جايه؟ اللي انا طالبه في الفتره اللي جايه ان الرئيس دوت يبقى لكل المصريين، مفيش حاجه اسمها اخوان ولا سلفيين ولا الكلام ده كله، انما الحرب اللي بيحصل دوت دي عصابات، ده شغل عصابات وميليشيات، ما ينفعش الكلام ده. الثوره دي اتعملت عشان الناس تعيش. مين هي بقى الناس ديت؟ الناس التعبانه اللي زي حالتنا احنا، اللي مش لاقيه، الفقيره، يعني واحد زي حالتنا عنده 6 عيال، عنده 3 بنات، عايزين. طلباتك ايه يا حاج بعد الدستور؟ طلبات ان يبقى في امن، البلطجيه دي تضيع من البلد، يبص للناس بقى الغلابه اللي عايزه تعيش، عايزه تلاقي لقمه العيش كلها، عايزه تجيب الرغيف وتاكله، انما كده احنا مش لاقيين حاجه، تعبانين. الثوره اتعملت عشان خاطر ايه يا باشا؟ الثوره دي اتعملت عشان ناس الغلابه. عيش حرية اللي هم بيقولوا عليه دوت، احنا ما شفناش اي حاجة من الحاجات دي، شايفين كل يوم حرب. الحرب ده على ايه؟ مطالب الثورة.